حطم المنتخب الجزائري الرقم القياسي الإفريقي في عدد المباريات دون هزيمة بفوزه في المباراة الإعدادية الودية على مستضيفه المنتخب التونسي بهدفين دون رد في مواجهة جرت على ملعب حمادي العقربي برادس. أشبال بالماضي تمكنوا من تخطي رقم كوت ديفوار بتسجيلهم المباراة 27 دون هزيمة بعد فوزهم على أرض نصور قرطاج بفضل هدفي كل من بغداد بنجاح مهاجم السد القطري ورياض محرز مهاجم من مانشستر سيتي.